بيخسر او وقتها كان طبعا الكابتن ياسر لبيب وما زال طبعا يعني واحد من نجوم الاهلي الكبار. نتيجه التخطيط بقى السليم اللي اتحط سنه 85 مصر، احنا بعد كده كابتن اسامه عملنا مشروع طوال القمر، مشروع العمالقه ايوه، وده انا اتكلمت فيه مع الدكتور حسين كمال بقى دين الله يرحمه، كان وزير التربيه والتعليم، قلت له احنا عايزين نعمل تعاون بين الاتحاد المصري لكرة اليد وبين وزارة التربية والتعليم. قال لي طب ايه اللي انت عايزه؟ قلت له بس انا عملت مجموعة عمل تروح تزور المدارس وتكتشف المواهب الموجودة. المواهب بالنسبة لكرة اليد هي طبعا كرة اليد هي مهاراتها هي بالضبط يعني مش زي مش يعني معقده زي كره القدم وكره السله وكده. كره اليد محتاجه طوال القامه، لعبه محتاجه قوه بدنيه عشان فيها احتكاك، بالظبط سرعه رد الفعل. وبالتالي احنا مشينا في هذا الاتجاه والحمد لله يعني ربنا وفقنا. كانت اول ثمره النجاح في هذا الكلام. احنا حصلنا على بطوله العالم للشباب هي اللي كانت في مصر سنة 1993، أول مرة فرقة خارج أوروبا تحصل على كأس العالم. فده كانت دي كانت البداية في الحقيقة. وبعد كده بقى بس البداية كانت برضو 91 حصول مصر على أول بطولة أفريقية وقتها، وكان الدكتور حسن أنا جالي ساتك هو بعد كده جه 91 يعني 93 ده كانت الشباب. إحنا كان عندنا هنا سنة 99 كانت بطولة العالم للكبار. طبعا طلعنا كنا احنا بقى في الوقت ده باستمرار نتائجنا ما تزيدش عن المركز السابع على المستوى العالمي، لان احنا عملنا فعلا شغل كويس. وحتى احنا كان لينا بعض المواقف اللي هي او بعض القرارات خاصه بالجماهير، جماهير اللي هي بتخرج عن الروح الرياضيه شتيمه او كده يتحسب عليها بينالتي. دي لائحه الجزاءات ضد الجمهور اللي ممكن يخرج على النص في المباريات. فده حصل في الحقيقة. وبعدين كان في مثلا كنا احنا كنا بنعمل استاتيستيك يعني احصائيات خاصة بالبطولات اللي احنا بنشترك فيها، فكان من ضمن الاحصائيات اللي هو احنا بنضيع ركلات جزاء او رميات جزاء، رميات جزاء بلغة كرة اليد يبقى رميات جزاء فطب نعمل ايه؟ بدأنا نحط تأوليفة كده ان بين الشوطين في كل ماتشات الدوري كل فرقه تشوط 5.